بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو اللي معانا النهاردة هو تالت فيديو في جزء الـ Bipolar Junction Transistor. mainly احنا هنتكلم على استخدام الـ PJT كـ Amplifier. الكونسبت اللي احنا عايزين نوصله اللي هو طبعا الـ Linear Amplifier، انها بيبقى عندي اشارة داخلة، الاشارة دي هدخلها على ديفايس معين، الديفايس دي مفترض ان انا هعملها من ترانزستورز، والاوتبوت يبقى نفس شكل الانبوت بس متكبر، عشان كده بنسميها لينير امبليفاير. يبقى انت عندك لو الانبوت زاد الاوتبوت بيزيد بنفس المقدار. ممكن الاوتبوت زي احنا شايفين عندي، يعني كمثال عندك ممكن الاوتبوت يبقى انفيرجن، مفيش مشكله، يعني ممكن يكون مثلا الموجب يبقى قصاد السالب والعكس، المهم يبقى نفس الشكل بس متكبر. الانبوت عندك ممكن يكون مرفوع على فاليو دي سي، الاوتبوت عندك ممكن يكون برضو مرفوع على فاليو دي سي. انا بيبقى الهدف مش ان انا اكبر الفاليو بتاعت الدي سي، الهدف ان انا اكبر التغير في الفاليو اللي معايا. طبعا هي لو انا بكبر فاليو دي سي ما انا اجيب بطاريه وخلاص، لان انا مفيش حاجه مستاهل اعديها على امبليفاير ديفايس. لكن الفكره ان ممكن يكون انت مثلا بتعمل سنسنج لحاجه معينه، بتقيس حاجة معينة والحاجة دي صغيرة، فانت عايز تعملها ديسبلاي او عايز تبتدي تشغل بيها حاجة تانية، فمحتاج تكبرها. فانا دايما بيبقى الهدف ان انا بشوف الحاجة المتغيرة عندي، ده اللي انا عايز اكبرها. قبل ما نكمل في السلايدز، خلينا الاول نتفق على شوية رموز بحيث لما نيجي نحل المسائل يبقى احنا مسبقا عارفين الرمز ده بيرمز ليه. خلينا نقول لو عندك إشارة كده، إشارة ممكن مش شرط، طبعا هنا المثال عندي حاطط لك تيار ممكن يكون فولت. الإشارة دي عبارة عن two components، الكومبوننت الـ DC level ومرفوع عليه الكومبوننت اللي هو الـ AC level. عشان نفرق بالمسميات بتاعتنا، خلينا نفترض إن اللي هو الـ DC level اللي هو اترفعت عليه الإشارة، هنفترض إن الرمز بتاعه، لو أنا طبعا بتكلم على تيار أو فولت، هنديله كابيتال فوق وكابيتال تحت، يعني نقول مثلا I كابيتال و C كابيتال، يعني الاندكس تحت كابيتال والليتر بتاعته السيمبل بتاعه كابيتال. الرمز اللي بيرمز للتغير بس بتاع الإشارة هنديله سمول، يبقى I سمول و C سمول. طيب محصلة الاتنين مع بعض، ناخد حتة من الـ AC وحتة من الـ DC، هنسميها I سمول C كابيتال. يعني مجرد دي طبعا رموز بس، ايه دي اللي هنبتدي نمشي بيها في الفيديو ده. يبقى انا في الاخر عندك الاي كابيتال والسي كابيتال، يبقى ده بيرمز للدي سي ليفل اللي هو اكنه الافرج بالنسبه لك، الاي سمول والسي سمول بيرمز للاي سي ليفل اللي هو التغير الصغير بالنسبه لك، اللي هو لو دي كانت على محور صفر يبقى دي الفانكشن بتاعتنا اللي هي اي سي از فانكشن تي. محصله الاثنين مع بعض اللي هو التوتال هنقول هي عباره عن الاي سمول والسي كابيتال. خلينا نشرح على مثال اشتغلنا عليه في المحاضرتين اللي فاتوا، اللي هو كان عندي هنا ترانزستور بايبولار جنكشن ترانزستور وموصل معاه مقاومات وموصل معاه بطاريه دي سي. الزياده اللي عندي ان انا هبتدي اوصل كمان بطاريه متغيره اي سي. طب خليني قبل ما نتكلم بالتفصيل، ترانزستور ده نوع ايه؟ لو انا قلنا عشان احدد نوع، هو عندنا نوعين، سواء موصل ان بي ان او موصل بي ان بي. بعرف ازاي؟ ببص على البيز مع الاميتر وبشوف اتجاه الارو. اتجاه الارو لو ماشي في الاتجاه ده يبقى معناه اكن هنا في البي واكن هنا معاك الان، عشان يحصل موفينج للكرنت، يبقى بالتالي دي ان بي ان، خلاص يبقى ده الترانزستور اللي معايا. كان في الاول ما كنتش حاطط بطاريه دي سي وكنت بحل المساله عادي. ايه اللي حصل؟ ما كنتش عايز بحط بطاريه اي سي. ايه اللي حصل؟ هضيف بطاريه اي سي. الاي سي دي بطاريه متغيره، للتبسيط ممكن نفترض شكلها اكنه عامل زي ساين ويف. يبقى انت ممكن تقول مثلا ايه، انت ممكن تقول مثلا ان انت عندك من الطرف ده للطرف ده بقى البطاريه الكليه اللي هي عباره عن الدي سي ليفل مرفوع عليها بطاريه اي سي، او كأن بتقول مثلا الدي سي مثلا اللي هو الفي بي بي عمال ينزل وعمال يطلع وينزل حوالين الفي بي بمقدار الفي انبوت اللي هو المتغير بتاعي ده. الفي انبوت ده قلنا ممكن يكون ايه؟ قلنا ممكن يكون سنسورز مثلا بتقيس حاجه صغيره عايز تكبرها، ممكن يكون بتتكلم في المايك وفي الاخر عايز تكبره على السبيكر، المهم حاجه متغيره ومش شرط طبعا تبقى ساين ويف. لو انا بقى عايز ابتدي بقى اكمل، انا المفروض ببتدي ايه؟ ببتدي احل الدايره اللي هي دي وعايز اجيب منها الاي بي. القانون اللي هيحكمني هو قانون كي في ال عادي،
بقى هنا عندك ال VBE مع ال VInput هيساوي التيار اللي ماشي في ال RB plus ال VBE. برضو نفس الكلام لما كانت ال VInput ده مش موجود، المكان ده بصفر اللي هو مفيش حاجة متغيرة، وكنت بتحسب الكلام ده، المفروض عندك التيار بيطلع ثابت لأن أنت عندك المصدر بتاعك هو مصدر ثابت. لكن الفكرة ما دام أنت ابتديت تغير في المصدر بتاعك، فأكن التيار عندك هيبقى ليه حاجتين، حاجة نتيجة البطارية الثابتة وحاجة نتيجة البطارية المتغيرة. يبقى أنا بالتالي لو حبيت برضو أشوف التيار شكله إيه، هلاقي عندك التيار مرفوع على مستوى ثابت اللي هو الـ I كابيتال B كابيتال اللي هو قلنا تيار نتيجة البطارية دي، وبعدين بيزيد وبيقل على حسب الزيادة والقلان بتاع الانبوت. يبقى أنت أكيد كل ما الجهد ما بيزيد كل ما أنت بتزود التيار اللي بيطلع من البطارية، ونفس الكلام لما الجهد بيقل أنت عمال تقلل في التيار، بس طبعا هنا مثبت بطارية فلازم يكون عندي فيه تيار ثابت عمال يطلع وينزل حولي. يبقى انا كده ايه حسبت التيار الاي بي. خلي بالك بس هنقول برضو معلومه صغيره، الفي بي اي ده هنا كنت في حاله لما كان الدي سي فاليو يعني لما كان ده مش موجود فكنت بفترضها 7/10. لكن هنا بقى الدنيا مش هتبقى 7/10 وبس، هنا انت برضو مفترض ده يبتدي يزيد ويقل معاك على حسب على حسب الجهد اللي انت حاطه هنا. يعني هو كنا بنفترضه ابروكسيميشن 7/10، لكن هو مثلا تخيلت ده عباره عن دايود وجينا نبص للكاركترستيك كيرف بتاع الدايود بين اللي هو الفرق الجهد مع التيار، هتلاقي عندك التيار هنا عمال يتغير. لو انت تخيلت الكاركترستيك كيرف هتلاقي التيار عندك بيتغير، فهتلاقي برضو فرق الجهد عمال يتغير. بس ممكن نفترض ان الدي سي فاليو كانت 7/10 نتيجة البطارية، وبيتغير برضو بيزيد ويقل حوالين 7/10. المهم انا عايز اقوله ان التقريب هنا مش هيبقى 7/10، هنا برضو هيبقى فيه تغير في الفي بي، ودي هتبان ازاي نعملها في حل المسائل. تمام، يبقى انا كده خلاص جبت الاي بي عندي زادت وقلت. ايه اللي خطوه بعد كده؟ انا كنت بقول الترانزستور دي الفكره بتاعته ان انت عندك التيار الاي بي بيتحكم في التيار اللي هو الاي سي. يعني انت عندك هنا بيبقى في فاكتور كده بنقول مثلا بيتا اي بي تساوي في الاي سي، والاي سي طبعا بيبقى قيمتها اكبر من الاي بي على حسب قيمه بيتا معايا بكام. طب يبقى انا القانون اللي بيحكم الاي سي يساوي بيتا اي بي. طيب يبقى انا لو جيت بقى بصيت برضه بنفس الكيفيه، يبقى لو الاي بي بي زادت يبقى بالتالي لازم الاي سي تزيد. يبقى انا عندك هيبقى الشكل الجديد عندك برضه المحور اللي في النص ده بيمثل لك الاي كابيتال سي كابيتال اللي هي الدي سي فاليو نتيجه الدي سي فاليو اللي هنا نتيجه الدي سي فاليو بتاع الفي بي بي، وبعدين زياده الاي بي هيديك مع زياده للاي سي، وبرضه الاي بي بي ال هيبتدي يقلل الاي سي معانا. يبقى انا كده جبت التيار اللي ماشي في البرانش ده. برضو عايز اجيب بقى فرق الجهد اللي هو VCE، هبتدي اعمل KVL للدايره دي. فلو جينا بصينا هنلاقي مثلا عندك يبقى ال VCE هو عباره عن ال VCC ناقص ال IC في ال RC. بنفس الكيفيه انت عندك هنا ثابت ال VCC، ال RC عندك ثابت، ال IC عمال يتغير بيزيد وبيقل. هنا بس في المساله دي بالذات في اشاره سالب، معناها لما ال IC بتزيد يبقى ال VCE بتقل، عشان هنا في اشاره سالب، ولما ال IC بتقل يبقى ال VCE بتزيد معانا. فهنا بس هيطلع الموضوع ايه مقلوب شوية، مقلوب نتيجة اكنك ضربت ال IC في سالب. تمام، يبقى انا بالتالي ده بيقل وده بيزيد معايا. يبقى انا كده اللي انا وصلت له ان انت ممكن تكون مثلا ال input الصغير ده هنا، سواء انت بتبص على ال input volt ممكن تكون قصاده جبت input كبير في ال volt الناحية التانية، او mainly لو انا بتكلم ان الترانزستور mainly هو التكبير بتاعه بيبقى تيار، يبقى انت تيار تغير صغير في التيار ال IB ده اللي ممكن اكتر عايز ابص عليه، اداك تغير كبير في التيار ال IC بقيمة بيتا، بيتا في IB. يبقى انت ممكن يكون مثلا التيار الصغير ده جاي نتيجة قلنا سنسور معين، او نقول مثلا المايك مثلا، والتغير الكبير مثلا عايز تطلعه مثلا على سبيكر. تمام، ممكن مثلا موصلين سبيكر بطريقه معينه بحيث انها تبتدي تغير، او تغير التيار يبتدي يترجم كأنه صوت في الاخر صوت متكبر. طيب ده كده من لي او ده كده البيزك ايديا بتاعه اللينير امبليفاير. طبعا نبتدي نطبق الكلام ده على شغل كيرفيت. ده كده كاركترستيك كيرف بيمثل لك لو عندك ترانزستور اللي هو محور ال VCE مع محور ال IC. ده حاجة. حاجة تانية المحور الأول ماشي، الأول الأزرق اللي جوه ده بيمثل لك قلنا العلاقة بتاعت ال VCE مع ال IC لكل ترانزستور على حسب أنت بتغذيه بـ IB يساوي كام. يعني مثلا إن IB يساوي 200 مايكرو أمبير، فتلاقي مع تغير ال VCE، ال VCE اللي هي المفروض بين الطرف ده والطرف ده، يعني لو احنا حتى عايزين نكتبها خلينا مثلا نكتبها كده باي لون مثلا، ده كده عندك بين الطرف ده كده، ده مثلا بلس،
ده كده بيمثل لي اللي هو ال VCE، ده كده ال VCE اهو، وده كده الطرف السلبي. يبقى انا هنا المفترض عندك تغير ال VCE مع ال IC، ده اللي ببص عليه. طيب for a certain IB، يبقى for a certain IB الازرق ده المفروض علاقة ال VCE مع ال IC. طب دي العلاقة، طب هو واقف في انهي نقطة؟ واقف في انهي نقطة بتحددها اللي هي بنسميها ال operating point، برضه شرحناها في الفيديو اللي فات. بتحددها قيمة ال operating point، القيمة دي اللي بيحددها الدايرة الخارجية. يعني مثلا لو انا جيت بصيت على الدايرة دي، ده القانون اللي بيحدد الكلام ده. يبقى انت عندك ال VCE مع ال IC بتربطها المعادلة دي، فلو جيت رسمت المعادلة دي هتطلع لي المعادلة بالشكل ده كده. يبقى انا بالتالي انا لازم الفرق الجهدين او التيار يتربطوا مع بعض، او لازم يقع نقطة التشغيل على معادلة الخط ده، وفي نفس الوقت ليهم علاقة كترانزستور بغض النظر انت حاطط السيركت ايه اللي هو الخط الازرق ده. يبقى زي ما كنا بنقول، يبقى انت عندك نقطة التشغيل هي نقطة التقاطع اللي بينهم. طيب نرجع تاني، لو انا بتكلم على جزء الدي سي فاليو، لو انا افترضت مثلا الجزء الدي سي فاليو لو البطارية لوحدها، فانا كنت شغال على النقطة اللي هو الكيرف الازرق ده اللي هي النقطة كيو. يبقى النقطة كيو دي اللي هتديني مثلا الاي بي اللي هو الثابت، اللي هو هنا الاي بي اللي برفع عليه الاشارة، وهتديك لو انا جيت كده مديت كده، ده بيمثل لي الخط برضو كده الاي سي اللي هو اللي برفع عليه اللي هو الاي سي كونستانت الدي سي، ولو مديت كده هتديك الفي كابيتال والسي اي كابيتال برضو اللي هو الدي سي. طب ايه اللي حصل؟ انا حطيت بطاريه متغيره، البطاريه تبتدي ترفع لك الاي بي وتنزل الاي بي. لو جيت بصيت هتلاقي يحصل ايه؟ الاي بي هيترفع وينزل، بس بيترفع وينزل حوالين مين؟ حوالين الكونستانت اي بي بتاعتي. فدي هي دي اللعبه هنا، ان انا محتاج البطاريه الدي سي عشان تحدد لك انت الدي سي ليفل عندك هتساوي كام، او بالتالي انت واقف في اي نقطه في الكيرف. فبترفع وبتقل، لو جيت هنا برفع قصادك الاي سي هتترفع، برضه الاي سي هتترفع وتقل حوالين الاي سي دي سي فاليو بتاعته. لو انا جيت بقى بصيت لقصادها الفي سي اي، طبعا احنا عشان الكيرف قلنا في علاقه سالب، فهتلاقي لما الاي بي بتزيد اهو الفي سي هتزيد، تمام؟ انا المفروض الدي سي فاليو بتاعتي اللي هي دي، فهتلاقي عندك انت المفروض ماشي على الاتجاه الشمال، فتلاقي الاتجاه الشمال معناه ان الفي سي عندك هتقل، وهكذا هتبتدي بقى تاني برضو لما الاي بي عندك هتبتدي تقل، الاي سي عندك هتقل، فانت معناه انت ماشي في النقطه دي، صح كده؟ يعني مثلا كل ما بتزيد، او انت اكنك انت لازم تمشي على الخط ده برضو، تقاطع الخط ده مع الحاجات الزرق، فطبعا في حاجات زرق في النص، فانت ما بتزيد بتزيد كده، لما بتقل بتقل كده. طيب لما بتزيد كده معناه ان انت بتقلل في الجهد، ولما بتقل في التيار معناه ان انت بتزود في الجهد، فعشان كده هنا في علاقه انفيرجن بين الاثنين دوت مع بعض. طيب ده كاركترستيك كيرف. يبقى احنا قلنا اللعبه ان انت بتبتدي تبص على الدي سي فاليوز بس، بتبتدي تحدد لك النقطه دي، والاي سي بيبتدي يوريك التغير طالع ونازل. نرجع بقى تاني اللي هو العلاقة بين البيز وبين الإيميتر، هنا البيز وهنا الإيميتر بتاعي. برضو خلينا نكتب كده يعني بقلم كده خفيف كده، عندي ده كده البيز، ده كده البي، وعندي الطرف ده بيمثل لي الإي. طيب العلاقة بين الـ VBE نظامها إيه؟ علاقة بين الـ VBE نظامها إيه؟ في حالة الـ DC كنت بفترضها 7/10، بس في حالة ال AC بلاقي لا، الموضوع مختلف، لان انت عندك في تغير بيحصل، في تغير بيحصل نتيجة التيار، فبالتالي فرق الجهد هنا بيتغير معايا. طب ايه العلاقة بين تغير فرق الجهد هنا والتيار اللي بيمشي فيها؟ لو جينا بصينا للكيرفات هتلاقي لو انا بتكلم على تغير بسيط للتيار، وجيت بصيت على التغير قصاده في فرق الجهد، بلاقي تغير لينير. تغير لينير يعني انا ممكن افترض ان بين النقطة دي وبين النقطة دي مقاومة. يبقى تاني انا لو جيت بصيت على ال VBE بين ال VBE مع التيار، التيار لما بتغير لقيت ال VBE بتغير. فلو قلنا ان التغير البسيط للتيار لو او التيار بتغير تغير بسيط، لقيت قصاده ان ال VBE عندك برضه بتتغير تغير لينير مع التيار. فقلنا طيب يبقى انا ممكن احكم العلاقه دي بمقاومه. يعني اقول ايه؟ اقول لو انا جيت ربطت الجهد بالتيار، اقول الجهد هو عبارة عن مقاومة في تيار، او لو قسمت الاتنين دوت مع بعض هيدوك المقاومة الداخلية. يبقى انا قلت هنا في تيار داخل لك اي بي، وهنا في دروب بيحصل الفي بي اي. المقاومة دي قيمتها كام؟
هي عبارة عن 25 ملي فولت على التيار الدي سي. يعني المقاومة دي بتتحدد انت فين الدي سي ليفل بتاعك، سواء بتكلم على هنا ده اللي هيحدد لك الدي سي، او لما بتكلم على كاركترستيك اللي هو الجزء اللي بنسميه هنا عند كيو بوينت. وطبعا هنا ملي فولت بس عشان نظبط الوحدات، يعني انت لو عايز المقاومة دي بالاوم يبقى لازم الاي بي يبقى بالملي امبير. طيب دي كده ايه المقاومة بين الفي بي اي بين الطرفين بتوع البيز والاميتر. لو عايز بقى احط موديل للترانزستور، فموديل الترانزستور عندك هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عندك ادي البيز وادي الاميتر وده الكوليكتور. زي ما اتفقنا بين البيز والاميتر انا هنا التيار داخل لك اسمه الاي بي، صح كده، وفي تيار داخل لك هنا الاي سي اللي هو جاي من فوق هنا، والاي هي المفروض محصله الاي بي بلس اي سي. طيب يبقى انا ممكن اقول ايه؟ ممكن دلوقتي عندك الفرق الجهد بين البيز والاميتر هو عباره عن زي ما احنا شايفين الاي بي في مقاومه، دي اللي هتديك علاقه لينير، والمقاومه دي هنسميها ار باي. يعني هما بيسموها باي يعني بيقول لك الشكل ده كده يعني ايش بشويه الباي، الباي اللي هو السيمبل بتاعنا. طيب التيار الاي سي ده وضعه ايه؟ الاي سي زي ما احنا اتفقنا هو بيتا في اي بي، اهو القانون اللي فوق. فبيتا في اي بي يبقى انت الاي سي ما هو الا بنسميه كارنت سورس. كارنت سورس ليه؟ لان بتلاقي التيار الاي سي ما يعتمدش على الفرق الجهد بين اللي على السي او بين السي والاي. فخلاص حاجه ما تعتمدش على فرق الجهد بعتبر انها كارنت سورس، يعني التيار بيمشي وملوش دعوه بفرق الجهد يبقى ده كارنت سورس. بس بما ان الاي سي هنا بيعتمد على الاي بي عمليه اعتماد، فهو مش اندبندنت كارنت سورس، يعني مش كارنت سورس ليه قيمه مستقله بذاته، لا ده بيعتمد على بارامتر تاني في الدايره فسميه ديبندنت كارنت سورس، وبنديله رمز اللي هو السامبوس كده. لو هو اندبندنت بديله رمز اللي عامل زي شكل الدايره. طب يبقى ده كده الترانزستور موديل ده في حاله الاي سي، يعني كده بصيت خاص في حاله الاي سي ده هيبقى الوضع بالنسبه لي. يبقى هنا التغير هنا اي سمول وبي سمول، وهنا قصادك الفي سمول والبي اي سمول. ممكن امثله بطريقه تانية مش هتفرق، ان انا بدل ما اجيب علاقه بين الفي بي اي والتيار الاي بي، طب ما اقول ما هو البرانش ده فيه مثلا ماشي اي اي، طب ما اجيب علاقه بين الفي بي اي والتيار الاي اي اللي طالع من البرانش. طيب لما جم عملوا الحركه دي طلع معاهم برضو ان العلاقه هتبقى لينير، وعلاقه ممكن اجيبها على طول باستخدام العلاقه اللي فاتت، ان انا ممكن ابتدي ابدل التيار الاي بي ابدله بتيار اي اي، لان انا عارف ان الاي اي عباره عن اي بي بلس الاي سي، والاي سي هو بيتا في اي بي، يبقى انا ممكن اقول يبقى الاي اي عباره عن بيتا بلس واحد في الاي بي، يبقى انا ممكن هبدل الكلام ده اجيب علاقه مع الاي اي. ففي الاخر هيطلع بس لو انا جيت بصيت لها من ناحيه التيار الاي اي هي عباره عن برضو مقاومه تساوي 25 ملي فولت على الـ IE، أو العلاقة بينها وبين الـ R باي هي عبارة عن RE تساوي R باي على بيتا بلس 1. وده كده الترانزستور موديل بتاعنا اللي هو لو جيت بصيت هلاقي هنا في تيار الـ RE اللي هو بين الـ B والـ E، أنا آسف المقاومة RE بين الـ B والـ E، وهنا التيار IE اللي ماشي فيهم. وبرضه نفس الكلام الـ IC هو بيعتمد على IB بـ Dependent Current Source. يبقى دول تو موديلز، سواء بستخدم الموديل ده أو بستخدم الموديل ده، أي واحد فيهم ممكن أستخدمه في حل المسائل. خليني أبين أهمية البايسنج في دايرة الأمبليفاير بتاعة الترانزستور. زي ما احنا شايفين كده عندي ده تاني اللي هو الكيرف اللي هو ال VCE مع ال IC، وطبعا هنا كان في ال characteristic curves الأزرق، الحاجات الزرقاء اللي كانت موجودة يعني شلناها كده بس عشان الرسمة تبقى أبسط شوية. وعندي اللي هو الخط الأحمر ده اللي هو الخط اللي كنا بنسميه اللود لاين اللي هو بتاع السيركت. النقطة Q دي اللي هي البايسنج بوينت. فخلينا نقول لو أنا البايسنج بوينت كده جبتها شوية ناحية الشمال وجيت بصيت على ده الانبوت سيجنال اللي معايا، لو انا مثلا انبوت سيجنال ليها ارتفاع معين فجيت بصيت على انبوت سيجنال، فلاقي ان انا ممكن لو انا قربت البايسنج بوينت لناحيه النقطه اللي كنا بنسميها الساتوريشن بلاقي ان في جزء من الاشاره هتبتدي تتاكل. بتتاكل نتيجه ايه؟ ان انا المفروض انا عندي، لو انتوا فاكرين كنا بنقول ان البايسنج بوينت انت عندك بيبقى انترسكشن مع شويه كيرفات، فالكيرفات هنا بتبتدي تقرب من بعضها، فبالتالي نقطة الانترسكشن بتقرب بعضها على الرغم ان انت عمال تزود في الـ IB بالنسبة لك. يبقى انا الـ IB بزوده بس الـ IC بقول انها ثابتة معايا. لو انا افترضت كده يعني للتبسيط الـ ideal case ان هنا ده المفروض نقطة الثبات، يبقى انا مهما عمال ازود في الـ IB اهو باجي عند مرحلة معينة بلاقي كلهم بيدوني نفس قيمة الـ IC، عشان كده اسميها منطقة التشبع.
فانا بالتالي الاي سي لو جيت راسمها هتلاقي الجزء عندك كلهم قيمه ثابته وماشي، الجزء اللي تحت بيكمل معاك بنفس الكيفيه. بقى لو انا عايز اجيب اللي قصادها الفي سي اي بالمعادله بتاعتنا، هتلاقي عندك الجزء الكامل عندك قصاده الجزء الكامل، الجزء اللي هنا وقطع معاك وبرضه هو الجزء اللي هنا وقطع معاك. يبقى انت عندك حصل مشكله لما انت قربت البايسك لناحيه الساتوريشن ان انت عملت فكره الديستورشن، يبقى كده انت ما عملتش لينير امبليفاير. بنفس الكيفيه برضه لو انت قربت البايسنج ناحيه اللي هو الكاتوف، فبتلاقي عندك برضه هنا تمام مفيش مشكله في الجزء الموجب. في الجزء السالب بتيجي عند النقطه دي انت ما تقدرش تعلى عن الفي سي سي، لان انت اساسا بتغذي البطاريه في سي سي، فانت لو جيت بصيت على اعلى قيمه للفي سي اي هي عند التيار بيبقى بصفر، فبالتالي اعلى حاجه عندك الفي سي سي وعندها قصادها التيار هيبقى بصفر. فبالتالي اي حاجه كده انت بتحاول تدخلها عايزه تديك قيمه اعلى من كده هتلاقي الموضوع عندك مش هيشتغل، هي خلاص الدنيا عندك اتفتحت وبقى بصفر. فبالتالي لو جينا بصينا على الاي سي برضو هنا هيحصل نقطه اللي هي بتبقى فيها ديستورشن اللي عند الكات اوف، وصادك برضو قصادك لو مثلا زي الحته دي كده قصاد الحته دي، والحته اللي هي فيها كات اوف هنا قصاد الكات اوف بالنسبه لك. يبقى انا برضو بنفس الكيفيه عملت ديستورشن في الاشاره، بس بدل ما اعملها زي الشمال تحت عملتها فوق. طيب فانا بحاول دايما اهرب من الحتتين دولت. طبعا احنا هنا يعني تحت فرض ان انت الاشاره بتاعتك الموديل اللي احنا بنشتغل عليه بنسميه سمول سيجنال، الاشاره بتاعتك بتكون ايه ما بتكونش كبيره قوي، فانا بحاول مثلا انقي البايسنج بوينت تكون حاجه في النص، ولا هي تبقى قريبه من الكات اوف عشان ما تتقطعش الجزء اللي تحت، ولا هي تبقى قريبه من الساتوريشن ما تتقطعش الجزء تحت. يبقى ده ميزه البايسنج بوينت، خلاص حددت البايسنج بوينت وضمنت ان انا شغال في الجزء اللينير، ببتدي اكمل باقي الاناليسز بتاعي. تعالوا نبتدي نشوف الخلاصه، خلاصه في حل المسائل. فخلينا هنقسم الحل بتاعنا لتو ستيبس. طيب هنبتدي برضه نفترض مثال بسيط اللي احنا شغالين عليه، وهتلاقي الامثله اللي جايه طبعا مش هياخد نفس الشكل ده. احنا قلنا عندك هنا بطاريات دي سي، وعندك هنا بطاريه اي سي، وده ترانزستور الان بي ان، ودي المقاومه عندك، ودي التيارات اللي ماشيه، وده فروقات الجهد. هنحل المساله ازاي؟ هنحلها بفكره السوبر بوزيشن. بمعنى ايه سوبر بوزيشن؟ لو انت عندك مثلا لو احنا بنوصل فكره مثلا الميكانيكال فورس، مثلا عندك كذا قوه بيأثروا على جسم معين، فعايز اشوف تأثير كل قوه على الجسم ده، او عايز اشوف مين عايز اشوف المحصله بتاعتهم على الجسم ده، فابتدي اقسم القوه حتت، يعني اشوف تأثير كل قوه لوحدها، وبعد كده في الاخر بجمع التأثيرات كلها مع بعضها. بنفس الفكره بنعملها في كهرباء، ان عندك هنا الفرق الجهد والتيارات كلها جاي نتيجه البطاريات الاي سي لو هي واحده طبعا، والبطاريات الدي سي. فايه اللي بعمله؟ ببتدي الغي مثلا البطاريات الاي سي واتعامل مع الدائره بالدي سي بس، او العكس الغي الدي سي واتعامل مع الدائره بالاي سي بس، وفي الاخر التيارات الفولت هي محصله اللي انا جبتهم بالتحليل بتاعي. يبقى انا هيبقى عندك تو ستيبس، اول ستيب دي سي اناليسيس، والتاني ستيب اللي هو الاي سي اناليسيس. الدي سي هبتدي الغي تاثير البطاريات الاي سي معناها اصفرها، والاي سي اناليسيس هبتدي اصفر بطاريات الدي سي. طيب في الدي سي اناليسيس اصفر بطاريه، لازم اشوف البطاريه نوعها ايه. لو البطاريه تعتبر فولت سورس، فان انا اصفر فولت سورس معناها ان احط بدلها سلكه، فده هنا عندك في الاي سي اناليسيس يبقى انا حطيت سلكه، وتبقى عندك البطاريتين مثلا الدي سي، وابتدي احل الدايره عادي. الاي سي اناليسيس هصفر برضو الباتري الفولت سورس، يعني احط هنا سلك واحط هنا سلك، اللي هو السلك المفروض فرق الجهد بتاعه بصفر، فانا كده صفرت المكان بتاعها، وتتبقى الدايره دي اللي هي الاي سي بالنسبه لي. يبقى انا بعمل ايه؟ ببتدي احل اللي هو ده كده كاني بحل البايسنج بوينت، وكان هنا ده الجزء المتغير اللي برفعه على الدي سي فاليو. طبعا خلاص يعني احنا اتفقنا البايسنج بوينت دي هتحدد لك الريجن اللي انت شغال فيه، هتحدد لك انت شغال مثلا في اللينير ريجن عشان تعمل امبليفيكيشن. ده مش هتبص من ناحيه الاي سي، يعني الاي سي خلاص بقى مستقل، مفترض ان الدي سي هي اللي تضمن له ان هو شغال في اللينير بتاعه، ان هو شغال في اللينير وشغال ان ده مثلا يبقى فورورد وده يبقى ريفرس، هو الفكره اللي احنا كنا بنقولها الاكتيف مود. لو جينا بصينا على الاي سي هتلاقينا الاشاره متغيره بموجب وسالب، فممكن حد يقول مثلا ايه، طب ما هيبقى تحت مره الموجب العالي وفوق السالب الاوطى، وده ان بي ان، طب ما كده بقى ريفرس بايس، ما فيش تيار هيمر. لا ما احنا قلنا هو اساسا مرفوع على فاليو ثانيه هي اللي ضمنانه لك ان ده فورورد بايس، يعني مثلا كنا بتقول ايه،
زي ما قلنا مثلا كنا هنا الفاليو دي خليت لك هنا فرق الجهد 7 من 10 يبقى ده فورورد بايس. هنا ده هتخليه مثلا مره 7 من 10 مثلا بلس 1 من 10 بقى 8 من 10 او ناقص 1 من 10 بقى 6 من 10، يبقى برضو انت ستيل في الموجب والسالب في الفورورد بايس بتاعك. يبقى انت في الاخر اي مساله هنحلها مع بعض في الجزء بتاع الترانزستور ده بعمل اي سي اناليسيس، بعمل دي سي اناليسيس بصفر الاي سي، وبعد كده اعمل اي سي اناليسيس بصفر الدي سي. الدي سي اناليسيس المفترض ان انا عشان اضمن ان هو شغال قلنا في اللينير ريجون، وباخد فاليوز من هنا بتفيدني ان انا احسب شويه بارامترز في الاي سي اناليسيس، مينلي كنت بتكلم على المقاومه اللي بين البي والاي اللي هي المقاومه اللي هتحكم لك الفرق الجهد الفي تغيره مع تغير الاي. خلينا نحل ثلاث مسائل مع بعض وندي كل مساله اسم معين. طيب المساله الاولانيه حاجه اسمها الكومن اميتر امبليفاير، دي عباره عن ايه؟ اتفقنا ترانزستور ثلاث اطراف بيز كوليكتور اميتر. لو انا دخلت الانبوت في طرف البيز واخدت الاوتبوت في طرف الكوليكتور، فبقى المشترك بين طرف البيز وطرف الكوليكتور اللي هو الاميتر. يعني بقى الانبوت كانه داخل على البورت اللي هو فيه تو تيرمينز البيز والاميتر، وخارج على البورت اللي هو تو تيرمينز اللي هو الكوليكتور والاميتر، فبالتالي الكومن بينهم هو الاميتر، فده بنسميه كومن اميتر امبليفاير او بنسميه سي اي امبليفاير، ده الاسم الدارج ليه. طيب دي كده المساله عندنا شايفين فيها اهو في دي سي وفي اي سي، فعايز ابتدي اعملها فكره الاناليسيس. احنا اتفقنا هنبتدي نقسم المساله لحتتين، اول حته او التو ستيبس، اول ستيب هنعمل الدي سي اناليسيس معناها هبتدي اصفر الاي سي. فانا لو جيت صفرت الاي سي يبقى هتلاقي عندك ده كده بالنسبه لك بقى شورت سيركت، يبقى ده هشيل ده كده وهيتبقى معايا الجزء بتاع ده. في هنا صحيح الكاباستور يمكن ما كنتش يعني علقت عليه، خلينا نعلق عليه هنا في المساله. ايه فائده الكاباستور ده وهتعامل معاه ازاي في جزء الدي سي او في جزء الاي سي؟ الكاباستور ده لو احنا كنا قلنا مفترض ان انت اللي انت عايزه من الاوتبوت هو عباره عن تكبير التغير بتاع الانبوت، بس الكوليكتور هنا الفاليو اللي هنا دي لو انا جيت مثلا حبيت ابص عليها، حتى ممكن خلينا نعملها رسمه بسيطه كده. لو انا جيت مثلا قلت عايز ابص على الفاليو اللي هي الفاليو اللي هي هنا اهو، ده اللي هو الفي اللي انا واخد منه الاوتبوت، فقلنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن حتتين، حته دي سي ومتركب عليها حته اي سي. فانا مثلا ممكن اقول كده ايه، ده كده المحور مثلا بتاع الفولت ده، وده كده مثلا بيمثل لي التايم، يعني مثلا ده كده ايه اللي هو التايم اللي هو التي، ودي مثلا اكن ده كده الفي سي بالنسبه لي. كويس، ده المفروض ايه؟ ده المفروض ان هو في جزء دي سي اللي هو الفاليو دي اللي هو نتيجه البطاريه اللي هو الدي سي، ونتيجه الانبوت المتغير في مثلا جزء اللي هو اي سي، ماشي؟ يعني دي كده ايه اكنه جزء اي سي. طيب المفروض انا الهدف ايه؟ ان الهدف ان الاوتبوت يبقى متكبر، يبقى قيمه متكبره بنفس شكل الانبوت، اللي هو التكبير بتاع الانبوت ده هيديني الاوتبوت. بس الاوتبوت مش مهتم بالدي سي بايسنج اللي جوه، فانا عايز اشيله. فاشيله ازاي؟ ان انا ممكن احط كاباستور، الكاباستور ده ما بيعديش الدي سي وبيعدي ممكن اي سي. يعني ايه ما بيعديش الدي سي؟ ما انا ممكن ابص على الحته دي برضو كانها بطاريتين، بطاريه وبطاريه، بطاريه دي سي وبطاريه اي سي. لو انا جيت طبقت فكره البطاريه دي سي بلاقي الكاباستور هنا بيبقى اوبن سيركت، كويس؟ معناه ان مفيش تيار هيمر هنا، فمعناها ان الفولت نتيجه الدي سي هنا الفولت هنا هيساوي صفر. لو انا جيت حطيت الاي سي لوحده يبقى انت الاي سي عندك لا الكاباستور ممكن يعدي الاي سي ويبتدي الفولت هنا يبتدي يتغير معاك، يبقى الفولت هنا هيبتدي يبقى برضو مثلا بنفس الشكل اللي هو ده بس من غير الدي سي فاليو. يعني مثلا اعملها كده او ده كده برضو التايم، معلش خليني امسح دي كده. طيب ده كده مثلا التايم وده كده الفولت، ولو انا جيت بصيت على الاوتبوت بتاعي حاليا ممكن الاوتبوت بتاعي مثلا ياخد اللي هو الشكل من عند الزيرو، برضو شكل الساين ويف بالشكل ده كده، تمام؟ يبقى انت عندك هنا الاوتبوت انا شلت الدي سي فاليو ان انا حاطط الكاباستور. هتلاقي بقى في الدي سي اناليسيس، انا الدي سي اناليسيس كنت فارض ان مفيش اي اي سي فاليو، كل الفاليوز موجوده الدي سي، فبالتالي الكاباستور ده اوبن سيركت، فخلاص يبقى كان الترم ده كله مش موجود، مفيش حاجه هتوصل للاوتبوت من اساسه، يعني مفيش تيار هيمر عندك، فمفيش قيمه للفي اوت. ف
فخلاص في الدايره بتعامل معاها بالشكل ده بس. طيب في حاله الاي سي اناليسيس هنعمل ايه؟ في الاي سي اناليسيس انا هصفر الدي سي ويتبقى معايا الاي سي بس. فبص لو انا صفرت ده كده يبقى ده وصل للجراوند معايا اهو، وبعدين المقاومه اهي معايا. هصفر الفي سي سي، هتلاقي المفروض الفي سي سي مربوطه بال 3 كيلو، فالنقطه دي بقت صفر هنزلها تحت اهو، ال 3 كيلو نزلتها تحت. اللي جوه ده هيبقى الموديل بتاع الترانزستور، هيبقى عندك بين البي وبين الاي، احنا قلنا انا شايف مقاومه اهي، المقاومه بتاعتي المفروض هنا التيار الاي بي، وده كده بين البي وبين الاي. التيار اللي ماشي هنا الاي سي هو عباره ليه علاقه بين الاي بي بالبيتا اي بي، وده يعتبر تيار كان سورس بس بيعتمد على قيمه تانية فسميناه بيتا اي بي، ده التيار اللي بيمشي معايا. ودي قلنا لسه المقاومه نزلت اهي، هيبقى الجزء ده المفترض ان الكاباستور يعني يخش قيمته معايا. بس للتبسيط هنفترض ان الكاباستور منقيه بحيث ان هو يبيهيف اكنه شورت سيركت في التردد اللي انت نازل بيه. يعني انت المفروض الانبوت ده حاجه متغيره يعني ليها تردد معين، فمفترض ان الكاباستور ده اكنه شورت سيركت في التردد ده. فعشان نبسط المساله فانا بشيل واحط بدل شورت سيركت في حاله الاي سي، يبقى في حاله الدي سي بخليه اوبن وفي حاله الاي سي بخليه شورت وخلاص، وبكمل عادي. ادي المساله بتاعتي، هبقينا نعملها اناليسز مع بعض. الاناليسز المسألة قلنا عندي دي سي اناليسز تمام، يبقى انت هو الرسم اهو، حطينا ال في انبوت بالصفر وتبقى معايا الفولتج الدي سي، وعايز اجيب البايسنج بوينت بتاعتنا. الاي بي هنعمل كي في ال في الجزء ده، هيبقى الاي بي هي في بي بي ناقص الفي بي اي على الار بي، وقلنا ان انا هفترض ان الفي بي اي عندي بسبعة من عشرة، دي اللي هي كانها ال يعني ابروكسيميشن، دي هتبقى الدي سي فاليو بتاعت الفي بي اي، وبعد كده هتبتدي تتغير على حسب الايموت. الاي سي بيتا في اي بي، والبيتا هنا هتبقى ب 100. الفي سي اي اللي هو الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي اللي هو ده بالنسبه لي بيمثل في سي اي، طبعا هنا مفيش اي حاجه محطوطه كمقاومه، فالفي سي اي الفي سي هو الفي سي اي، طلع عندي 3.1 فولت ماشي. يبقى ده كده بالنسبه لي ده الدي سي ليفل بتاعي. الاي سي اناليسز هبتدي بقى احط الدي سي باتري بصفر، ويتبقى عندي الانبوت سورس، وترانزستور موديل هنحطه كده اللي هو هنسمي ده باي موديل اللي هو باستخدام الار باي. يبقى انا عندي بين جهد النقطه اللي هو البي والاي، حتى لو احنا عايزين نكتبها يعني مثلا نكتب كده، انت عندي هنا النقطه دي كده المفروض، او هو التيرمينال ده المفروض بيمثل لي البي، والتيرمينال ده المفروض بيمثل لي الاي. فالقصاد الكلام ده فين؟ قصاد الكلام ده اللي هي المفروض النقطة اللي قبل المقاومة الـ R باي ده كده الـ B، والمفروض التيرمينال التاني ده كده بيمثل لي الـ E. طيب يبقى أنا عندك الـ VBE من هنا لهنا، إحنا قلنا في حالة بقى الـ AC Analysis عايز أربط التغير بتاع التيار مع التغير بتاع الفرق جهد، فقلنا علاقة بينهم مقاومة، حطيناها هي الـ R باي. يبقى أنا عندي هنا التيار اللي ماشي في الـ R باي ده الـ IB، والتيار اللي ماشي في الكوليكتور اللي هو هنا فيه مفروض السي اللي هو بيعتمد الاي بي بيتا اي بي، وهنا مفروض المجموع بتاعه. قلنا في الاي سي اناليسيس هخلي البطاريات بصفر، وقلنا هنخلي ده بس موجود، فده بصفر هنا كان فيه مفروض البطارية، ده بصفر قلنا هنزله لتحت، فتبقى عندي الشكل ده. المطلوب ان انا عايز اجيب الجين بين الفي اوت والفي ام، وطبعا هنا ببص على الجين هو التغير بس. الار باي هتتحسب ازاي؟ زي ما قلنا سايلنا هو القانون بتاعها 25 ملي فولت على الاي بي اللي انا جبتها من فوق اللي هي في الدي سي اناليسيس. الفولتج جين ما هو الا الفي اوت على الفي انبوت. الفي اوت يساوي كام؟ لو بصيت كده على التيار ده، فالتيار ده هو عباره عن التيار اللي ماشي في المقاومتين دولت. يعني انا مثلا لو جيت بصيت على التيار هلاقي اللي ماشي من هنا وهنا، بس المفروض طالع من او جاي من تحت لفوق. يعني مثلا برضه لو حبيت احط كده اتجاه بسيط، يعني المفروض التيار كده اكنه جاي ماشي، السهم كده ايه معوج شويه، بس اكنه جاي من تحت لفوق، ده التيار بتاع الاي بي البيتا اي بي. يبقى بالتالي الفي اوت هو عباره عن مقاومه في تيار، المقاومه المحصله اللي هي ار سي في بارل ار ال في التيار اللي هو بيتا. المفروض طبعا هنا كان في معايا اي بي بس طبعا هيتشطب تاني، بس خلينا نكتبها كانه شطبها. يعني مثلا هنا المفروض ده كنا فيه هنا تيار، والتيار ده اللي هو عندك بالنسبه لك بيمثل الاي بي. خلي بالك هنا في اشاره سالب، لان انت عندك التيار عامه لما بيبتدي يمشي بيعمل فولتج دروب موجب سالب على المقاومه،
والفي نوت انا افترضتها ان ده الموجب بتاعها وده الجراوند السالب، فالاثنين عكس بعض فلازم يكون بينهم علاقة سالب عشان نظبط المعادلة. فعشان كده بنحط سالب هنا، بنحط سالب هنا بره عشان يديك اللي هو سالب البيتا في اي بي اللي هو التيار في محصلة المقامتين. طب ده كده بالنسبة لك بيمثل الفي اوت. طبعا عايز يجيب الجين. الفي انبوت يساوي كام؟ الفي انبوت ما هو الا بتجمع برضو عملية كي في ال، بتجمع الفرق الجهد هنا المفروض يساوي الفي انبوت. التيار اللي ماشي هنا مين؟ التيار اللي ماشي هنا اي بي، او زي الليزر بوينتر اللي بيشاور هنا اي بي ماشي، هيعمل دروب هنا، يتضرب في المقاومه، يتضرب في المقاومه زائد الدروب هنا بصفر. يبقى يتبقى عندك ان الفي انبوت برضه هو يساوي المقاومه دي في المقاومه دي برضه مضروبه في الاي بي. يبقى انا برضه هنا بالنسبه لي اكن ده كده كان قوس وبرضه مضروب في الاي بي تحت. عشان كده هتلاقي هنا الاي بي فوق مع الاي بي تحت هطيرهم مع بعض. هيتبقى مين؟ هيتبقى بس اللي هو الترم اللي كان موجود عندي اللي هما البيتا ار سي بارل على ار باي بلس ار بي، وده الترم اللي معايا بس. ساعات بنكون عايزين نحسب الفولتج جين، يعني مثلا الار ال دي بتمثل لك اللود اللي انت هتطلع عليه الاوتبوت بتاعك، بس ساعات بنكون عايزين نحسب الديفايس من غير ما نحط اللود. يعني بفترضك كان اللود ما لا نهايه، فلو جينا حسبنا القيم اللي فوق دي فمعناها ان انا بشيل الترم ار لود، هتبقى معايا بس البيتا ار سي ودي تبقى القيمه معانا. يبقى الجين عندي تقريبا 3 اضعاف، او يعني بيمثل 3، يعني الاوتبوت هيبقى 3 اضعاف الانبوت بس ممكن تكون اشاره سالبه. طيب يبقى انت كده عندي دي اول حاجه، يعني كده انا حسبت الجين معايا. تاني حاجه، في حاجه اسمها انبوت ريزيستنس. ايه الانبوت ريزيستنس دي؟ ببتدي ابص للدايره من اول الانبوت، دايره من اول الانبوت ببتدي امثلها بامبيدنس. امبيدنس طبعا لو انا عندي هنا مكثفات وكويس، الا لو هي كانت بيور ريزيستنس فبمثلها بحاجه اسمها ريزيستنس. بمعنى ايه؟ بمعنى السورس، ممكن نقول مثلا السورس بالنسبه لك او الانبوت سيجنال بالنسبه لك ما يفرقش معاها الامبليفاير ده مكون من ايه. هو كل اللي بيفرق معاها ان هي المفروض في فرق جهد على الانبوت وفي تيار مسحوب منه، فهو بالنسبه له فرق جهد على التيار ده كده ممكن يمثل الكلام ده كله بمكافاه كانه ار انبوت. تمام، يعني اكن المكافئ للكلام ده كله. يبقى هو كل اللي شايفه وشايف ان في فرق جهد عليه وشايف في تيار. اهو انا رسمت لك مثلا شكل تيار، التيار ده مثلا برضو ايه فكره الاي ده كده اي انبوت، فهو ده اللي شايفه ان انا في تيار مسحوب وفي فرق جهد عليا. اي طيب، يبقى انا هنقول ايه؟ هنقول يبقى المكافئ دي كلها اكنها مقاومه، المقاومه تساوي في انبوت على اي انبوت، ده اللي هو هنسميها الار انبوت. يبقى الار انبوت الا ما هو الا ايه؟ ما هو الا السورس شايف المكافئ بتاع الكلام ده ايه؟ فنقول المكافئ بتاع الكلام ده ايه؟ المكافئ بتاع الكلام ده هو في تيار مسحوب منه وعليه فرق جهد. فبالتالي لو انت التيار مسحوب منه كبير يبقى هو شايف المكافئ كانها مقاومه صغيره، او لو تيار صغير شايف المكافئ كانها مقاومه كبيره. لو لقينا الدايره مش بتسحب منه اي تيار يبقى كان المكافئ اكن الدايره بتاعتك مفتوحه، او اكن الانبوت ريزيستنس عندك اللي هو شايفها اوبن سيركت. طب في الحاله دي هبتدي عشان احسب الكلام ده بعمل ايه؟ بجيب علاقه بين الفي انبوت والاي انبوت. مثلا الفي انبوت يساوي حاجه في الاي انبوت، فبالتالي تبقى الفي انبوت والاي انبوت تساوي الار انبوت. فلو جينا بصينا للعلاقه هنا هتلاقي الفي انبوت يساوي الاي انبوت زائد المقاومه، او في المقاومه زائد الاي انبوت في المقاومه الثانيه، فبالتالي يبقى الفي انبوت والاي انبوت هما يساوي المقاومتين دوت، وده بيمثل لي الار انبوت بتاعي. ممكن تعريف تاني حاجة اسمها الاوتبوت ريزيستنس. المفروض التعريفين دول تكون اخدتهم في السيركت الكتريك سيركت. الاوتبوت ريزيستنس باجي عند اللود اللي هو مثلا اللود عندك اللي هو الار لود، وبشوف اللود شايف ايه. يعني مثلا عندك هنا الانبوت، لو انا مثلا كده حبيت اعمل برضو رسم بسيطة انبوت، انا باجي هنا عند الانبوت وبقول هو شايف ايه، هو شايف ايه دي كده، فدوم سايب مسميه دي كده ار انبوت. طبعا لو انا بتكلم للدايرة كلها بمثلها بمقاومة الاوتبوت ريزيستنس. لا، باجي عند اللود، لو اللود عندي اللي هو اليمين، واحط برده سهم كده واشوف هو شايف ايه، وده بسميه ار اوت. يعني بالنسبه له المكافئ ده كله بيمثل ايه. طيب بس هنا طبعا احنا شايف ان في سورس هنا، فالسورس هنا ده مش مقاومه. فالاول قبل ما اشوف هو شايف ايه بشيل الانبوت اساسا، انا عايز ابص على الدايره ذات نفسها. يعني عايز ابص على الدايره ذات نفسها انا شايف ايه عند الاوتبوت، بس بشيل الانبوت عشان الانبوت ما يتخبطنيش في حساب المقاومه. طب لو انا شلت الانبوت معناه ايه؟ شيله معناه نحط ده صفر، فلو حطيت ده صفر معناه مفيش تيار بيمر في الاي بي، معناه هنا الاي بي بصفر، يبقى ده كده اوبن سيركت. يبقى الار اوتبوت بالنسبه لي اللي هو اللود شايف ايه؟ شايف بس المقاومه دي. بنعرفها ازاي؟ ممكن كانك بتحسب مقاومات عادي، يعني بتقول مثلا تبقى عندك ايه، او كانك مثلا هنا في برضه فولت وتيار طالعين
هيجي ويمشي ازاي؟ هل هنا السكه دي بقت مفتوحه فمش هيمشي غير في المقاومه دي. يعني في الاخر ايه دي المقاومه اللي انت شايفها لو انا ايه طيرت البرانش ده، لان خلاص ما بقاش في وصله شغاله اللي هي بالنسبه لي بتمثل ار سي. نوع تاني من المسائل هنسميه كومن بيز امبليفاير، بنفس فكره الكومن اميتر، بس هتلاقي هنا المشترك بتاعك هو البيز، الانبوت هتحطه على الاميتر والاوتبوت هتحطه على الكوليكتور، فعشان كده سميناها الكومن بيز امبليفاير. ده اكزامبل بالنسبه لي، حاطط فرق جهد فوق وفرق جهد تحت، واحد موجب واحد سالب. هنشتغل ان بي ان، البيتا ب 100، اتفقنا الكباستور هنا عشان ابتدي افصل الدي سي انه يروح في الاوتبوت، هنا برضو الكباستور هنا عشان ابتدي برضو افصل هي برضو هنا في فصل، ده هنا اتنين بيسميهم كابلنج كباستور، برضو افصل جزء الدي سي عن الاي سي عشان ما يبتديش يغير لي في البايسنج بتاع الدايره. قلنا في تو ستيبس هعملهم، الدي سي والاي سي اناليسيس. الدي سي اناليسيس هنصفر الترم ده وكل كباستور اخليه اوبن سيركت، يبقى خلاص هي قاعده الدي سي هنشيل كل اي سي ونخلي كباستور شورت سيركت. يبقى انا شلت ده كده، انا اسف، ونخلي كباستور اوبن سيركت. لو شلت ده كده وشلت الكباستور يبقى الطرف ده كله راح مني والطرف ده كله راح، هيتبقى ده ويتبقى ده ويتبقى ده، اهو الشكل اللي قدامي ده. الاي سي اناليسيس هبتدي قلنا هنصفر كل الدي سي ونصفر الشورت ونصفر الكباستور. او الاي سي اناليسيس بص الجزء الدي سي ده اتصفر فتلاقي المقاومه ار اي بقت على الجراوند، وبعدين الكباستور ده اتصفر فاهو الشكل ده هو نفس الشكل ده. طيب اللي جوه ده الترانزستور موديل، اللي جوه ده ترانزستور موديل، نرجع له تاني نطلع بره الترانزستور، يعني اللي جوه ده هو الترانزستور. طيب بره الترانزستور هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي ده كده اتصفر فدي هتنزل في الجراوند، اهي نزلت للجراوند، وبعدين ده هيتصفر وده اوريدي في الجراوند فنزل هنا اهو. الترانزستور موديل انا يمكن هنا حسيت اسهل ان انا استخدم الموديل اللي فيه الار اي مش الموديل اللي فيه الار باي. الفرق بينهم ان الار اي بحطها مع التيرمينال اي، الار باي بحطها مع التيرمينال بي. طيب التيرمينال اي لو انا جيت مثلا خلينا نجرب يعني نسهل الدنيا نحط اللي هي اسماء التيرمينالز، يعني ده كده ده البي، ده البي اللي هو عند الجراوند، ده الاي اهو، وده السي، ده الترمس. طب خلينا نشوف بقى تاني دلوقتي الانبوت، الانبوت كان في هنا كاباستور بعد كده واصل بالار اي للجراوند، اهو واصل ار اي للجراوند، فالنقطه دي كانت بالنسبه لي بتمثل ايه؟ ده كان عندي بتمثل ايه؟ وبعدين هتلاقي برضو الاوتبوت واصل بالار ال وهنا بقينا كراود، فالنقطه دي عندي بتمثل سي. يبقى البيس فين؟ البيس فين؟ هو الجراوند، يبقى النقطه دي عندك بتمثل البيس. يعني كان مثلا ايه النقطه دي بتمثل يعني كان ده كده مثلا كده وده واصل بالجراوند، يعني كان ده كده ده كده واصل بالجراوند، يعني كلها دي كلها نقطة واحدة يعني. فبالتالي عايز احط بقى احط المقاومة، هحط المقاومة مع التيرمينال بتاع الاي، ده هو ده التيرمينال بتاع الاي وده كده البي، فهحط هنا المقاومة الار اي. تمام. وبعدين التيرمينال بتاع السي المفترض اللي هو ماشي فيه التيار اللي هو اي سي، ده بيعتمد على الاي بي فهو او بيعتمد على الاي اي. لو انا حاطط هنا ار اي فممكن احطه بدايات الاي اي، فانت عندك الفا في اي اي او اللي هو البيتا في اي بي، ده اللي هو التيرمينال اللي هو بتاع السي اللي ماشي التيار المفروض اللي ماشي هنا. خلاص يبقى ده كده الاي سي اناليسيس ده الدي سي اناليسيس. لو انا عرفت احط رسمتين كل اللي فاضل ان انا ابتدي اعمل اناليسيس بتاعي بالرياضه. يبقى الدي سي اناليسيس اهي نفس الرسمه اللي احنا قايلينها، نعمل الرياضه بتاعتنا. هنقول التيار اللي ماشي هنا ده اللي هسميه الاي اي، هو التيار عشان يمشي عباره عن ايه؟ فرق جهد على المقاومه، يبقى في اي ناقص الفي اي اي على الار اي، يبقى ده كده التيار بتاعي. التيار اللي ماشي هنا اي سي ده عباره عن ايه؟ ده عباره قلنا يا اما بيتا اي بي الفا اي اي، وقلنا في علاقه بين البيتا والالفا، يبقى لو انا جبت الاي اي اقدر اجيب الاي سي. هيتبقى الفي سي اي، الفي سي اي ما هو الا في سي ناقص الفي اي، او انت تيجي تعمل كي في ال على البرانش ده، يبقى ال VCE هو عبارة عن ال VCC ناقص ال ICRC ناقص اللي هي البوينت دي اللي هي ال VE، هتطلع لك 6.1. طب هو ال VE اساسا اجيبها منين؟ ممكن اجيبها من تحت طالما انا معايا ال IE، يبقى اجيب منها ال VE، او انا اساسا كنت حسبتها من فوق لما جيت احسب ال IE، يعني يمكن اكلتها بسرعة دي. هنا انت البرانش هنا بزيرو، وخلي بالك احنا قلنا ده المفروض اكتف مود، يعني انت عندك هنا ده فورورد بايس، فالفورورد بايس في الدي سي ده مفترض 7/10، فلو ده زيرو يبقى دي قيمتها ناقص 7/10، تمام؟ عشان يديك 0 ناقص 7/10 تديك بلس 7/10، يبقى ال VE ناقص 7/10 دي اللي استخدمتها هنا، ونقصت منها ال VE بعرفت اجيب منها التيار اللي ماشي هنا.
ونفس وخلاص بقى، وكملنا بنفس الفكره، عايز اجيب الفي سي اي، يبقى كاني بجيب الفي سي اللي هنا، في سي سي ناقص اي سي ار سي، ونقص منها الفي اي. الجزء الثاني اللي هو الاي سي اناليسيز، يبقى دي الرسمه اللي احنا لسه قايلينها من شويه. هبتدي برضو اللي انا عايز اعمله، عايز اجيب اول حاجه طبعا الجين، يعني التغير هنا والتغير هنا علاقتهم مع بعض ايه، اللي هو في اوت على الفي انبوت. يبقى ده بالنسبه لي بيمثل الاول مثلا، طبعا احنا محتاجين نحسب المقاومه، هي الار اي اللي هي بين اللي قلنا مثلا بين الاي وبين البي، دي المقاومه ما هي الا 25 ملي فولت على التيار اي اي، التيار اي اي اللي هو التيار الدي سي. يبقى انا كده جبت الفاليو دي. طيب وبعد كده هجيب الفولتج جين. الفولتج جين هو عباره عن الفي اوت على الفي انبوت. هلاقي الفي اوت برضو بنفس الفكره، الالفا اي اي ماشي في المقاومتين دولت، بس ماشي عكس اتجاه فرضيه الفي اوت. لو ده الموجه وده السالب، فهحط هنا اشاره سالب، يبقى ده عباره عن سالب الفا اي اي في ار سي بارل مع الار ال. طبعا هنا المفروض في اي اي فوق دوت، هنشطبها. الفي ام عباره عن مين؟ الاي اي اللي هو ماشي في البرانش اللي فيه الار اي، مش كده؟ فانت المفروض ممكن تقول الفي ام عباره عن التيار هنا في الاثنين دولت، او الاثنين البارل دوت مع بعض المحصله، او ممكن نقول بما ان دوت بارل هو عباره عن التيار الاي اي في الار اي. يبقى انا تحت هنا في اي اي في ار اي، هشطب الاي اي مع الاي اي، هتبقى الترم ده اللي هو بيمثل لك الفولتج جين. برضه نفس الكلام، ساعات الفولتج جين بنحب نحسبه للديفايس من غير ما احط اللود، فلو انا شلت اللود خليته بلا نهايه، يبقى دي القيمه بتاعتي، لان عاده اللود بيأثر على الفولتج جين. فلما يجي نوصف الديفايس بتاعتنا، فممكن لو انا قلت مثلا فولتج جين عند لود كذا، طب انا لو غيرت اللود القيمه هتتغير. يعني طبعا يفضل القيمه تفضل ثابته، بس هي يعني نتيجه ان هي اساسا فيها مقاومات وتيار مصحوب، فلازم القيمه تتغير معايا. فساعات بنسوي مثلا يعني ممكن نقول مثلا اوبن سيركت، اوبن سيركت فولتج جين مثلا، كاني مثلا فاتح الدايره وده الفولتج جين بتاعه. البرامتر الثاني اللي هو قلنا انبوت ريزيستنس، اللي انا باجي بقف هنا اهو واشوف انا مسحوب مني تيار قد ايه. لو انا مش عارف اجيب قيم بالظبط، فانا بجيب العلاقه، بجيب علاقه بين الفي انبوت والاي انبوت. هو الفي انبوت والاي انبوت، الاي انبوت بيتوزع فين؟ بيتوزع على المقاومه دي والمقاومه دي. يبقى محصله المقاومتين دولت هم لو ضربتهم في الاي انبوت هو يديك الفي انبوت. طيب يبقى انا بالتالي الار انبوت هو محصله المقاومتين دول، لان انا كل حكايه انا عايز اجيب علاقه بين الفي انبوت والتيار المسحوب منه، يبقى هو ده بيمثل الار انبوت اللي شايفه البطاريه. يبقى الار انبوت هو عباره عن محصله الاثنين دول كانهم بارد مع بعض. الاوتبوت باجي عند اللود هنا واقول اللود شايف ايه، بس بصفر اي مصدر سورس معايا، يعني كانك بتحط هنا جهاز بيقيس لك المقاومه. لو صفرت الفي انبوت، فبالتالي التيار اللي طالع هنا كله هيبقى بصفر، فالتيار اللي ماشي هنا بصفر والتيار ماشي هنا بصفر. طيب والتيار اللي ماشي هنا معتمد على التيار اللي ماشي هنا، يبقى ده برضه هيبقى بصفر. هتبقى مين؟ هتبقى المقاومه دي. يبقى انا لو واقف هنا عند اللود وعايز ابص انا شايف مين، مش شايف غير المقاومه دي، يبقى ده كده الاوت يساوي الار سي. اخر اكزامبل عندي هنسميه برضه كومن كولكتور امبليفاير. برضه خلي بالك من كلمه الكومن، يبقى انت متوقع الكولكتور هو اللي يبقى الكومن، متوقع الانبوت على اللي يبقى الانبوت هنا على البيز، والاوتبوت على الاميتر، والكولكتور عندك اللي هو ما دام هو مش داخل له حاجه، يبقى ده الطرف اللي هو الكومن بين الطرف ده والطرف ده. برضه رسمه بالشكل ده كده، هتعمل نعملها دي سي واي سي. يبقى الدي سي اناليسيس احنا متوقعين نعمل ايه؟ هشيل البطاريه هنا واشيل الكباسور ده خليه اوبن، واشيل الكباسور ده خليه اوبن، يتبقى اللي جوه ده بس. يبقى ده كده الدي سي اناليسيس بالنسبه لي. الاي سي اناليسيس هشيل ده اخليه صفر، واخلي ده صفر، واخلي ده صفر. طبعا احنا اتفقنا الكباسور الصفر دي عمليه ابروكسيميشن. يبقى انت الاي سي اناليسيس اهو ده كده، صفرت ده كده، ولو ما صفرت البطاريه دي معناها نزلت الار 1 تبقى جنب الار 2 بارل، يعني خليت دي جراوند. وبعدين هتلاقي هنا ممكن تكون الرسمه ملخبطه شويه، خلينا نحدد لك التيرمينس، التيرمينس بحيث انها تبقى اوضح شويه لما بنركز عليها. هنقول مثلا ده هنا تيرمينال البي، ده تيرمينال البي، وده تيرمينال الاي، وده تيرمينال السي. طيب انا هنا الار 1 مع ار 2، يبقى هنا عندي النقطه دي كده بتمثل لي البي، النقطة هنا بتمثل بيه. وبعدين ال ار اي، ال ار اي اهو طالع داخل مع ال ار ال، ادي ال ار اي ال ار اي، يبقى النقطة دي كده بتمثل لي انا اسف انا عكست، يمكن عكست الكلام. المفروض ال اي هي اللي تحت والسي فوق، معلش خليني امسح الكلام ده كده ونكتبها تاني. يبقى انا اتفقت السي فوق والاي هي اللي تحت، صح كده؟ ماشي. يبقى انا البي عندك، هل البي اتغيرت؟ لا، البي هنا هو نفس البي هنا. وبعدين الار ال والار اي واصلين بالترمينال اي،
فانا بالتالي المفروض ده النقطة دي كده بتمثل لي التيرمينال ايه ماشي، والجراوند الجراوند بتاعنا اللي هو ال VC هنزلها جراوند ده واصل بالتيرمينال سي، يبقى انا الجراوند عندي واصل بالتيرمينال سي، يبقى ده كده بالنسبة لي بيمثل التيرمينال سي. طيب بين ال B وال E انا ممكن احط ال RE، او طبعا قلنا ال RPI، يا اما لو احط المقاومه هنا يبقى ده الار باي، احط المقاومه هنا هسميها الار اي عشان تدي كده الفي بي اي، يبقى انا ده اهو بين الفي بي اي حاطط حاجه ار اي. طيب التار الماشي في البرانش سي اللي هو يعتمد على الاي بي او يعتمد على الاي اي، فانا خليته يعتمد على الاي اي، ده سميته الفا اي. يعني مثلا بقى لو عايز برضو احطها بفكره التيارات، يبقى انا بالنسبه لي التيار اللي طالع من هنا هنسميه اللي هو الاي سي، ده اللي طالع من هنا، ومفروض التيار اللي جاي من هنا ده المفروض هنسميه الاي بي او الاي بي، يبقى التيارين اللي ماشيين هنا المفروض هو محصلتهم اللي هي الاي اس الاي اي بتاعتنا. خلاص يبقى ده كده الاي سي اناليسيس اللي احنا عايزين نتكلم فيه، دي رسمه عايزين نحاول نحلها. جينا بقى نبص على الحل، فالدي سي اناليسيس الشكل اللي معانا اهو تمام، زي ما قلنا هنحط الانبوت بصفر، كابروكسيميشن هفترض ان الاي بي تساوي صفر، طبعا هو الاي بي فعليا مش بصفر لان الاي سي هنا بيعتمد على الاي بي، بس انت لو خدت بالك من الشكل ده كده ده عامل اكنه فولتج ديفايدر، انك بتاخد جزء بتديفايد الفولتج بين المقاومات وتاخد جزء منه توديه على البيز. لو انا عايز اطبق معادله الفولتج ديفايدر لازم التيار اللي ماشي هنا يساوي التيار اللي ماشي هنا، هي معادله بسيطه ان انت كانك بتجيب التيار اللي ماشي هنا كلي اللي هو ال VCC على R1 على بلس R2، ده يساوي مين؟ يساوي التيار اللي ماشي هنا اللي هو ال VB على R2، يبقى انت عندك التيار الكلي هنا ونفس التيار هنا ونفس التيار هنا، فبالتالي بحط حاجه زي كده ايه خاصه اعتبارها كانها فورمولا واحده، ان ال VB اللي هو المفروض عند النقطه دي كده، ما ده كده ده البيز بالنسبه لي، فالنقطه دي بالنسبه لجراوند ال VB، النقطه دي عباره عن R2 على مجموع المقاومات على الجهد المحطوط عليهم الاثنين، وده قيمة ال VB اللي هتطلع معايا. بعد كده لو عايز اجيب ال VE اللي هو عند التيرمينال E، طبعا انا هنا قايل ده اكتف مود، فالفرق هنا 7 من 10، فبقول ال VB اللي هي 7.4 ناقص 7 من 10 هتديني 6.7 فولت. ال VC اللي هو التيرمينال الاخراني هناك، فطبعا هنا مفيش اي مقاومة، فبتكلم على 10 فولت، يبقى ال VCE باخد ال VC واطرحها من ال VE، باخد ال 10 واطرحها من 6.7 تديني 3.3 فولت. طيب الباقي عندك، عايز اجيب ال IE، فجبت انا ال VE اقسمها على ال RE، جبت ال IE معايا. ال AC analysis دي الرسمه اللي احنا لسه عاملينها، يعني هتلاقي عندك برضو يبقى ده البيز وده الاميتر وده الكوليكتور. عايز احل الكلام ده فاقول طيب الار اي تساوي كام؟ قلنا برضو 25 ملي فولت على الاي اي، واظبط الوحدات عشان تطلع بالاوم. الفولتج جين الاوتبوت على الانبوت، يعني انا شايف هنا حللها هنا انا فرض من اساسه من اول حل ان ار ال اكنها مش موجوده، يعني مثلا ممكن نفترض اكن الار ال، بس انا في الحل، بس يعني انا في الحل انا شايفه كده، انا شايف ان الار ال مش فرضها موجوده، يبقى هتبقى عندك التيار اكنه التيار ماشي في الار اي وماشي، يعني ار اي سمول والار اي كابيتال، ده اللي هو التيار بالنسبه لي اللي هو الاي اي تمام. يبقى انت الفي اوت هيبقى يساوي بقى مين؟ في اوت هيبقى اللي هو التيار اللي ماشي هنا في الار اي، وطبعا هنديله برضو اشاره سالب عشان نظبط الاتجاهات مع بعضها، يبقى التيار اللي ماشي هنا ده هو الاي اي بالنسبه لي. لا هو كده، لا مش محتاجين هنا اتجاهات تتظبط، معلش خليني امسح الاتجاهات، لان هو المفروض الاي اي الاي اي بالنسبه لنا لو انا ببص على التيرمينال ده المفروض التيرمينال اي، فالمفروض التيرمينال اي اللي طالع فيها الاي اي، فانا عندي ده المفروض هيبقى ده بيمثل لي الاي اي في الار اي، فانا الدنيا عندنا هتبقى مظبوطه. طيب يبقى انا عندي هنا ماشي برضو هيبقى في حاجه هنا المفروض اشاره سالبه مش موجوده، تبقى دي كده هنخليها اشاره موجبه، يبقى انا بالتالي هيبقى ال V output بالنسبة لي هيساوي اللي هو ال IE اللي ماشي هنا في ال RE RE capital. ال V input ال V input ممكن ما تتوهش بال two branches ال parallel dot مع بعض، هتلاقي ده كده يعتبر صفر، فتقول ال V input هو عبارة عن التيار اللي ماشي هنا في المقاومة دي بلس التيار اللي ماشي هنا في المقاومة دي
الطيارين انا فرضهم هما اي اي، فانا تحت هيبقى في اي اي وفوق اي اي، هشطبهم مع بعض هيتبقى الترم اللي هو ار اي على ار اي بلس ار اي، اللي هو تقريبا يساوي 0.99. ده ساعات بنسميه فولتج فولور، يعني بجانبه اسمه كومن كولكتور، لان اكن بص اللي تحت ده كله هو السي زي ما اتفقنا، فانت الانبوت على البيز والاوتبوت على الميتر، فانت الكومن بتاعتهم السي، يبقى ده كومن كولكتور. او ممكن قلنا حاجه تانية اللي هو بسميه فولتج فولور، لان بتلاقي الجين عندك تقريبا يساوي واحد، فمعناه ان الاوتبوت بيفولو الانبوت، هو مش بيكبره، هو مجرد ان الاوتبوت الانبوت بيتغير الاوتبوت بيتغير معاه، فبنسميها فولتج فولور. ودي بس انا حاسبها لما الار ال هنا بلا نهايه. طبعا لو الار ال هنا ليها قيمه فانا ممكن ادخلها في المعادله هنا تبقى parallel مع الار اي. تمام، يبقى دول ثلاث انواع. طبعا ممكن نحط انواع ثانيه بس هي عاده هي الانواع مش هتطلع غير كومن ميتر، كومن بيس، كومن كولكتور، هما كلهم ثلاث اطراف، فانت بتاخد طرفين انبوت وطرفين اوتبوت، وبيبقى في طرف كومن بين الاثنين دوت مع بعض. يبقى دي ممكن غطينا اهم افكار للمسائل معانا. يبقى ده كده اخر فيديو بالنسبه لنا في جزء البايبولار جانكشن ترانزستور. ماشي، شكرا.